بين الفينة والأخرى، ونتحول مرة أخرى إلى إسلام شتي ونهاية المواجهة بين الجزائر وفرنسا. للأسف المنتخب الوطني الجزائري انهزم أمام منتخب الديكة بثلاثة أشواط دون مقابل، وهي الهزيمة الثانية على التوالي، وبالتالي إقصاء المنتخب الجزائري من هذه المنافسة. تفضل إسلام. نعم، عودة مجددا حسام الزواوي. إذن نهاية اللقاء للأسف بهزيمة المنتخب الوطني بنتيجة ثلاث أشواط مقابل صفر. المنتخب الوطني حاول بكل جد العودة في النتيجة، إلا أن ربما فارق الخبرة وأقول سنين طويلة التي يعمل فيها المنتخب الوطني سيعود إن شاء الله مجددا بقوة سواء في مختلف المنافسات. بدون إطالة، معي السيد مراد سنون مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة، راح يتحدث لنا على هذه المواجهة وعلى ربما سبب الهزيمة. سي مراد، شفنا المنتخب الوطني ربما حاولتوا لعبتوا كامل حظوظكم، ولكن الهزيمة الثانية على التوالي، واش تقدر تقول على المباراة؟ والله فيما يخص المباراة كانت شاقة وصعبة كثير. لعبنا مع فريق الفرنسي، فريق مستوى عالي كثير، يعني بكل صراحه كان اقوى 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 علينا بكثير. الحين كان فيه تغييرات كثير في الفريق، حاولنا ولكن كان صعب. قبل يكون خصم في المستوى هذه كان صعب، يعني واش حاب نقول لك، المباراه ما كانت سهله، هزيمه يعني منطقيه بدون كلام. الحين لازم نسوي المباراة هذه ونحضر المباراة الأخيرة ضد اليونان بكرة، إن شاء الله نكونوا في المستوى. فريق شاب ربما راهو يتشكل، تنتظروا سنوات طويلة ربما للعودة. شوف المستوى العالي، على كل حال احنا اللاعبين، الفرق بين المستوى العالي والمستوى الإفريقي، احنا اللاعيبة تاعنا يعني تكوينهم يكون البطولة الإفريقية بس، يعني للأسف الفريق الفرنسي هو اللي يحضروه على 6 سنوات من 2028 الأولمبياد، يعني تخطيط في مستوى عالي كثير. يا يعني للأسف صحيح فريقنا ماهيش ناقص خبرة، فريقنا كانت عنده 3 سنوات جفاف، 3 سنوات ما لعبش مباريات، التحضير كان شوية شاق متعب، ما كانش فيه مباريات ودية كثير، ولكن هذا ماهوش مبرر. يعني الحقيقة كانت في الملعب الفريق الفرنسي كان أقوى علينا بكثير، ما فيش نقاش. شكرا. اذا حسام، نروحوا نشوفوا اقول قائد المنتخب الوطني اللي راح يكون معنا على المباشر. نحن مع المباشر، معنا على المباشر، واش تقدر تقول على هذه المواجهه؟ ربما مباراه ربما كانت صعبه عليكم امام منتخب قوي جدا. يعني والله احنا صعب شويه المباراه، ما دخلناش في المباراه منذ البدايه، ما خلى فريق يعني الخصم يسيطر على اطوار الاشواط كلها، يعني فيه بعض التحسن، قدمنا شويه يعني يافي دي زاكسون كي كان دو احسن، وان شاء الله مازال خير قدام في المباراه تاع غدوه ان شاء الله. Je pense de cet résultat et quelles sont les chances de l'équipe de France pour gagner une médaille, au moins une médaille de bronze? Bah là, le plus important, c'est de se donner à fond dans chaque match. Et après, le reste, ça va venir. Là, pour l'instant, on est en reconstruction avec l'équipe, de se donner à fond. Et on verra après. Merci beaucoup. Guys. Merci. إذن حسام، كما تابعت معنا هذه تصريحات اللاعبين سواء المنتخب الوطني أو لاعبي المنتخب الفرنسي، هم يؤكدون بأن المنتخب الجزائري قدم مستوى رائع، إلا أن فارق الخبرة ربما لم يسمح له بالتألق في هذه الدورة، وبالتالي الإقصاء تنقص، تبقى مباراة واحدة أمام اليونان هي ربما لحفظ ماء الوجه إن شاء الله الفوز بهذه المواجهة القادمة إن شاء الله. معلش، حظ موفق للمنتخب الجزائري السداسي.